خليها خليها، مش مشكلة خليها دايزة نمي. مساء الخير مشاهدي متابعي قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر المنظومي. مع اقتراب عيد الفطر يزداد الطلب على الكسوة ديال العيد. اليوم حطينا بكم الرحال عند المحل، عند المحل ديال الاخ هشام الغني عن التعريف، هنا اشهر واحد هنا في زومي، بائع الملابس الجاهزه بالمركز ديال زومي، اللي غادي نحاولوا نتعرفوا من خلاله على الاقبال ولا النوعيه ديال الملابس اللي داخلين عنده المحل، وشنو هي الاثمنه وشنو هي الاجواء، كيف عامله يعني الاستعدادات ديالهم لاستقبال هاد المناسبة السعيدة الدينية اللي هو عيد الفطر. يعني الجميع تحتفل، المسلمين وأبناء المسلمين تحتفلوا بهذه المناسبة الدينية السعيدة. زيد معايا نتفضلوا عند هشام. سي هشام مرحبا بنا عندك المحل، تبارك الله عليك، أشهر واحد دائما تدور لي القضية بلبلة عندك. دائما سي، دائما سي عزيز، الحمد لله والشكر لله، دائما معروفين، عمرنا ما كنتعصبوا مع الكليان ولا شي حاجه، دائما الضحك والنشاط كما قلتي، والكليان ديالنا اللي كيجي كامل كيمشي ناشط وكيمشي فرحان، لان ديما الابتسامه على الوجه، الحمد لله والشكر لله. ديال سي عزيز، ديال سي هشام، مع كل عيد يعني تقرب العيد تكون الطلب على الملابس الجاهزه، وخاصه الشباب يعني هذا كل شيء تبغي تكسى. انا شفتك دابا عند الحضر، شفتك تبيع الدراعيه. بعت الدراعيه يعني الناس الكبار حتى هما بالنسبه للناس الكبار سي عزيز، لان دابا الاغلبيه ديال الاخوان شني كياخذوا على الشبشوبي، كيقولوا بان الاغلبيه كيبيع للشباب. الشبشوبي في لابوبي يعني كيقولوا كيبيع الشباب، ولكن انا كنبيع اي واحد يعني، سواء كبير سواء صغير، سواء يعني لا بالنسبه للصراول ديال الجين مثلا، ديال بنادم كبير بعقله كنسموهم حنا صراول 90، ديال تركيا، ديال المغرب، ديال الطاليان، جميع الانواع، جميع الانواع. انا بالنسبه لي اللي عايش خصني عايشري من عندي، سواء صغير سواء كبير، سواء الشباب سواء اللي جا كيمشي يلقى داكشي اللي باغيه. زيد معنا هنا، شوف هنا كاين. مرحبا سيدي، مرحبا سيدي، ارنشد عليك السي هشام. شوف ورينا هنايا مثلا شنو كاين هنايا، كاين جواكط هذو خلاص ديال البرد، شويه غلاظين شويه، واخا هكاك مازال الناس سي عزيز كيتقضاوهم الناس، واخا الجواكطات غلاظين شويه مازال كيتقضاوهم الناس، عليناهم شي شويه بالنسبه جي معايا لهنايا. بالنسبه للجواكطات عاوتاني خفافين، يلاه دخلناهم راهو فينا هما جواكطات خفافين، عاوتاني قربناهم لهنايا، لان دابا كاين اللي كيبغي ياخذ مثلا شي بودي نص كوم ولا بودي كوم، وراه سخان الحاله هي سخان دابا، الجو كاين الجو صحيح صحيح سي عزيز، وانت شفتي جو ديال الربيع امتياز، وانت تشوفني بنص كوم. صحيح انت كما شفتي انت هاد الايام راه داز وطاح الخير ديال الشتاء الحمد لله والشكر لله، ودابا تقلب الجو، قال لك سي عزيز عاد اليومين، قال لك اليوم وغدا ان شاء الله، ولكن بالنسبه للاجواء راه مازال الاغلبيه ديال بالنسبه لي انا الكليه اللي كيجين عندي يعني كيتقضى جواكطات خفافين، كيتقضى مثلا تريكي ديال الكوب هذه زوينه استاذ تاعك استاذ السي عزيز. لا هذه السي هشام، نشوف السي هشام. مرحبا العزيز، انا شوف انا جيت نبقى تبيع لي الحوايج، ولا جيت نجبد لك ابا عزيز، شوف لا جيت نجبد لك داك الشيء انا عاوتاني، وهذه دمحنك في هذه ابا عزيز والله العظيم داك الشيء مزيون عند خي. الله يكبر بك اودي السي عزيز. بالنسبه كنخدموا مع الشباب، كنخدموا مع الاخوان كاملين اودي ابا عزيز، اي واحد كيجي معروف تبارك الله ظريف مزيان، الحمد لله الحمد لله. هذاك هو الشباب يعني صغير عليا هذه السي، صغير عليك شويه السي عزيز، نشوفوا لك ديك الساعه نشوفوا لك شي واحد اكبر منا. كما جيتي قبيله تلقيتي الشباب معنا الحمد لله، وضحكين معنا وشجع بالعب ديالو وضحك معنا ونشاط عنده مثلا تعامل وكل شيء، قال لك هي اللي عندي ابا الشبشوبي كذا كذا، قلنا له سير الله والخير في المساعده ابا عزيز. زوينه هذه، زوينه زوينه ابا عزيز.
خاصي هشام نرونو لك شاد النعاية. سمح لنا ودي ابو هشام. الله يرحم ابو عزيز، الله يرحم، صارت لنا البركة والتحية. نشوف تي في وشكرا لكم بزاف ودي ابو عزيز والله العظيم. تحية قناة الشعب. قناة الشعب والله إلا قناة الشعب السي عزيز. نوصل الصورة للمشاهدين حتى اللي جالس في داره. صح احنا جينا لعند خي هشام وانت واحد الانسان ظريف صراحة، انت نتبع الفيديوهات ديالك تنشوفك عندك واحد النشاط تواصل مع الشباب ناشط ضاحك. وشنا يدي معاه الانسان والله. احنا ثاني بالدور ديالنا نجيو لعندك المحل ديالك واستقبلتينا وضاحك ونشاط ونعرفوا سميتو عليه السلعه اللي عندك هنا. كاين شي جديد دخل، كاين شي كذا، كاين شي عروض، كاين شي اجواء كذا كذا. وبرافو ليك صراحه. الله يرحم والديك. والشباب بحالك الحمد لله. الحمد لله. حنا بالنسبه لي كما قلت لك قبيله يا ابو عزيز، دائما دائما كتلقى واحد الابتسامه على الوجه دائما. يعني كيدخل عندي الكليان، الا كنت شفت راسي يا ابو عزيز، شوف بالنسبه للتجاره، الا شفتي راسك مثلا معصب ما انت ماشي هو هذاك، لا ما تقايل ما جينا صافي سود المحل ولا خلي شي واحد وبقى كيقول واحد المثل صيني يا سي عزيز. نعم نقول لك بالعربية كيقول إن لم تستطع الابتسامة فلا تفتح دكانا. تماما نيشان. إذا كنت معصب ولا لا كنت معصب ولا شي حاجة ولا تعرف راسك معصب، لا ما قال باش يفتح شي حانوت ولا شي حاجة. باش نكونوا واقعيين. واخا كاين شي جديد. اللوينات كندخلوا فيها اللوينات كاملين، لا ما نذكر لك الأسماء ديال الصور ديالات. أي سي عزيز اسمح لي. بالنسبة للوينات كاملين أي حاجة، المهم جميع الأشكال أخي عزيز، جميع الأشكال، أي واحد أي واحد جميع الأذواق يعني كان كاينة. جي عند الهب هوبي في الشبشب يلقاها. بغيتي سبور كتلقى، بغيتي كلاس، بغيتي أي حاجة عاد تلقاها ودي أبا عزيز. أنا أخي عزيز. والأثمنة خلاص طبعا أثمنة مناسبة هشام يعني باينة. الأثمنة معروفين أبا عزيز بالنسبة للأثمنة. ذكور الاناث الكبار الصغار بالنسبه للاناث ابا عزيز ما كندرش. بالنسبه للسبل ديالها كياخذوها البنيتات، بالنسبه عاوتاني للقوبيات، بالنسبه للسويت، بالنسبه كذا كياخذوها. كيجيو بنيتات هكا ديال المدرسه كيتقضوا من عندنا الحمد لله ابا عزيز. نعم. الدراعيات خونا خلاص الدراعيات هما كاينين، ما كاينش شي حاجه ديال العيد. غنجي غنوريك واحد الحاجه سي عزيز، ما عمري درت عليهم فيديوهات. اول مره طلع في شوف تي في بالنسبه للصراول كما كنت كنقول لك قبيله ديال تركيا. رانا هنايا. زيد زيد السي معاذ. بالنسبه للصراول هادو ما كنبغيش ندير عليهم فيديوهات، الاغلبيه سي عزيز كندير عيلة مثلا ديال تركيا، هادو مثلا ديال ايطاليا. نعم. مثلا بحال هذا انت سي عزيز اسمح لي. سير خذ راحتك شويه عليك. الله يكبر بك ابو عزيز. مثلا هادو، حيت انا الاغلبيه ملي كنبغي ندير فيديوهات كندير فيديوهات على الشباب، فهمتي؟ يعني كتجي لبسه مقارطصه كذا كنقول راه ندير. ها هي ها انت هذا السريول حتى هو ديال تركيا حتى هو. هادو ما كنديرش عليهم فيديوهات، لا داك الشيء علاش قبيله لا الا عقلتي قبيله يا ابو عزيز. قلت لك اغلبيه الاخوان كيقولوا الشبشوبي راه مثلا عنده عيد ديال الشباب كذا. لا بالعكس. عندك جميع الاعمار يعني. جميع الاعمار عاد تجي عند الشبشوبي تلهبوبي. كما قلت لك جميع الاعمار عاد غنسولوك حنا على هاد الشبشوبي في الهابوبي منين جات؟ هذا مصري ولا بالنسبه للشبشوبي في الهابوبي يا سي عزيز؟ نعم انا كنت كندير فيديوهات يعني قبل ما عندك واحد الصفحه. اي كنت كندير فيديوهات قبل ما ندير شنو سميتو، قبل ما نسمي الصفحه الشبشوبي في الهابوبي. نعم. كانت عندي الصفحه السميه ديالها هشام بائع الملابس زومي. زومي. واحد النهار يعني كندير فيديو هنا في هاد البلاصه دينيت، كندير فيديو جبت واحد البياسه وقلت لهم الاخوان هاد البياسه هادي مشبشبه مهببه. خرجت الراسه بقاو كيتلاقاوني الاخوان هنا وقلبنا ديك الصفحه با هشام الشبشوبي قلبنا. قلت لهم مشات ما كاين مشكل. برافو. اي حاجه تجي عفويه تمشي. كتجي عفويه اي حاجه كتجي الراسه بدي بعض. كما قلت لك عاوتاني ها انت السريولات عيب باش ما يقولوش. عندنا كاين بصراحه اشكال كثيره المليح والله الا المليح ابا عزيز بالله. هادو راه ما تشوفوهمش عندي، واول مره تشوفوا الفيديوهات بحال هادو تشوفوهم مع شوف تي في. انا كنبين على الفيديوهات ديال شنو سميتو ديال الشباب. اه ديال الشباب انا. تبارك الله عليك. والاثمنه خلاص مناسبه. الاثمنه تخليوها غافله بالبيع والشراء. اه داك الشيء اللي كان بالنسبه للاثمنه. بالنسبه للاثمنه ابا عزيز، بالنسبه للاثمنه دائما كنطيحوا على الناس والله يسهل على الجميع. انا بالنسبه لي اي واحد والله العظيم ما كنحسدوا حتى شي واحد، الله يسهل للجميع وكاع الدراري اللي كيخدموا على راسهم وعنده شي بوتيك وعنده شي حاجه الله يسهل عليه. اي باش نكون واضحين. بالنسبه للثمن راه كنريقلوا في الثمن ومعروفين، واي واحد عاد قول له بغينا شي محل يريقل معنا شنو يقول لك سي عزيز؟ يقول الشبشوبي في الهابوبي صداع راسه. الله يعطيك يعطيك الصحه. مرحبا سيدي عزيز. برافو ليك. لا برافو ليك. الدراعيه فين كاين شي دراعيه نشوفها؟ الدراعيه سي عزيز جبت شي حاجه قليله، بقاو لي عيشي حاجه قليله ما بقاليش بزاف. ماشي مشكل ماشي مشكل. دابا العيد جاي هذه الوقيته ديالهم. اييه اييه نشوفوا لا كاين شي. دخلت فيهم ديال با عزيز ولكن ما بقاوليش الصراحه، بقاو لي لا مزيانين دابا راجع على الوقيته. ها انا شفت فيهم وصافي ما بقاليش الصراحه بزاف. بالنسبه للثمن راه كنديروا الثمن مناسب فهمتي. عندي شي حاجه سي عزيز مازال ما جبناهاش. تبارك الله مزيان. هادو عاد باش يدخلوا مازال في الميكاب لا ما نجبدهمكم. اي انا
اييه نوريك على الشامبيوات هكا صافي. هكا سعيد المصور خصك تقيس هذيك عطيها السي سعيد السي عزيز اييه هذيك ديالك هذه ها الدراعيه ديال العيد. انا السي هشام الغزال. مرحبا السي عزيز. شاهد الله يبارك ديال السي محمد. واقيلا درنا على كل شيء ما بقى تيتسمى هنايا عندك هنا السبرديلات والخيرات خيرات موجوده تبارك الله. قلبتيك بالنسبه للكاسكيت هاو فينا هما اي اي بالنسبه للسويت راه عندنا كاسكيت هنا عاود انا شوف الكاسكيت شوف بالنسبه للشبشوبي الكاسكيت اخي عزيز بالنسبه للكاسكيت كنخدم بالكاسكيت ابتداء من 30 درهم حتى 150 170 180 درهم فهمت ها نعاود ابتداء من 150 شفت انا الازرق بلاتي بلاتي ضروري شوف السي عزيز انت عندك مع مع الزرق راه نسالك تاع صوب صوب السي هشام خم تلبش الكاسكيت انايا انا درا انا هاي وتا الزرق يجي معك السي عزيز وتا انا عزيز ديال له الازرق الله يعطيك الصحه ديال بو هشام الله يكبر بك وما تشوفوا كاسكيت زوينين مع كاسكيت موجودين وما كما قلت لك عاوتاني ها المليحين عاود السي عزيز عاود كنخدموا بالمزيانين مثلا بحال هادو الوقيته ديال الشمس عاود الا هادو بالنسبه للكاسكيت اللي مبلي بالكاسكيت السي عزيز كيخدا في الشتاء وصيف صح اي وقيته اي وقيته صح انا بالنسبه لي اللي كنخد اللي تلبسوا الكاسكيت الله يهديك انا مثلا لبسها لا في الصيف لا في الشتاء وانا السي عزيز انا تبليت بها انت هذه راه مليحه خدمه فيها خدمه مزيانه وبالنسبه للثمن واخا كيكون مثلا خدمه مزيانه السي عزيز راه كنهرسوا في الثمن وباش ما نطولوش عليكم شكرا شوف تي في وصراحه راه دائما كنتبعوا شوف تي في ودائما كتبعوك السي عزيز حتى انت وشكرا لكم بزاف زرتونا الله يكبر بكم كما كبرتوا بنا هذا واجب والله العظيم الله يكبر بكم الله يشدكم ربي في الصحيحه ديالكم ومرحبا بالجميع اللي يحتاج شي حاجه مرحبا به نديروها السي عزيز فوق راسنا والله العظيم نديروها فوق راسنا الله يجازيكم بالخير وراه الاخوان عارفين الشبشوبي في الهبوبي ومرحبا بكم وديما شنو ديما الشبشوبي في الهبوبي وديما شوف تي في الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك يا سي هشام نجي هنايا باش نحيو هاد وبهذا قد نكون يعني وفينا بالغرض وقربناكم من الاجواء ديال العيد والملابس ديال العيد الله يسهل على كل واحد كاينين فئات اللي ما عندهمش مساكن باش يشتريو الحويجات باغيين يشتريو حويجات وما تكونش عندهم الله يسهل عليهم والله يعاون الجميع تنحاولوا نشجعوا كل الشباب من ابناء الاقليم والمناطق اللي خدامين على راسهم داير مشروع تتعامل مع الناس بشهادات الجامع ما فيها بس اننا نجيو عند المحل ديالو نعرفوا بالسلع اللي تبيع والنوعيه اللي تبيع والاثمنه والجوده والى اخره يعني باش تكون المعلومه عند ابناء المنطقه وابناء الاقليم. شكرا لكم متابعينا مشاهدينا نتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معنا في هذا الفيديو وتحيه للجميع والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.